أولا لا أعتقد بأنه هناك مؤامرة ضد فريق شبيبة بالقبائل. ممكن هناك تراكمات خلت جماهير شبيبة ومسيريها وممكن حتى اللاعبين يشعرون بذلك بسبب الضغوطات اللي عليهم. وتعرف بأنه شبيبة هي تحتل المراكز الأخيرة ليس من البارح, يعني من بداية الموسم, والكلام عن التحكيم بدأ تقريبا في الأسابيع القليلة الماضية. فلا أعتقد بأنه سبب مباشر لتراجع نتيجة شبيبة القبائل, ولا أعتقد أيضا بأن هناك مؤامرة تحاك ضد الشبيبة, لأنه ولا واحد يقبل بهذا ولا واحد يسمح بهذا ولا واحد يمكن أن يفعل ذلك مع فريق من حجم شبيبة القبائل. ممكن التراكمات وممكن الأخطاء المتتالية للحكام في تقدير مسيري شبيبة القبائل هي اللي خلات ممكن بعض الناس يصلون لهذا الاستنتاج. أنا لا أعتقد, ومع ذلك أعتقد بأن الشبيبة ما زالت من جولات بإمكانها أنها تستدرك وبإمكانها أنها ترجع لتبقى في المكان اللي هي فيها. بالنسبة للفرق الجزائرية المشاركة في المباريات القارية, أولا يجب الإشارة إلى أنه هذا ليس معيار على تحسن أو تطور في الكرة الجزائرية, هي مجرد صدفة. على كل حال تقول لي يقدروا ولا ما يقدروش في الكرة, كل شيء يبقى وارد, ولكن تقول لي إذا كانوا مرشحين نقول لك لا, سواء في كأس الكاف أو في دوري أبطال إفريقيا مقارنة بالأندية الأخرى القوية اللي متعودة تصل إلى هذه الأدوار. تقول لي الأندية الجزائرية مرشحة نقول لك لا, تقول لي يقدروا يحتوا المفاجأة نقول لك نعم, خاصة شباب بلوزداد اللي هذه مشاركته الثالثة على التوالي, أعتقد بأنه تحسن كثيرا, صارت عنده قدرات أنه يذهب أبعد مما وصل له الموسم الماضي, ولكن المأمورية لن تكون سهلة طبعا. وبعدين أعتقد بأنه ما وصلت إليه الأندية الجزائرية الثلاث بتأولها للدور ربع النهائي يعتبر في حد ذاته نتيجة طيبة لحد الآن, قد تساعدهم في المستقبل على تحقيق نتائج أفضل.